كيف نحيا حياة العظماء؟ إن شاء الله مع بعض هنبدأ نناقش حياة العظماء، مين هم العظماء؟ إزاي نحيا الحياة بتاعتهم؟ إزاي نحاول نقلدهم؟ مش مجرد إن إحنا نتلو قصة مع بعض، لأ إحنا نشوف إزاي نبقى زيهم؟ إزاي هما كانوا بينظموا وقتهم؟ إزاي هما كانوا بياخدوا قرار؟ إزاي كان عندهم تفويض؟ عمل التفويض دي كانت بتيجي إزاي؟ في بعض الموضوعات جاية من الغرب، تمام؟ واحنا ما بنرفضش اي حاجه جايه من الغرب، لو حاجه كويسه هناخدها، تمام. بس هي الفكره كلها ان احنا ما نبقاش مفتنين بالغرب، ناخد الحاجه لمجرد انها جت من الغرب. احنا بناخد التكنولوجيا والاجهزه وكل حاجه، بس مش لدرجه برضو الروحانيات وتنظيم الوقت والحاجات ديت. المفروض ان اجدادنا كانوا سابقين فيها، فنحاول نقلد اجدادنا اكتر ونحاول ناخد القدوه منهم. فبدل ما اقول للطفل شوف ابراهام الكونان كان بيعمل ايه، لا اقول مثلا شوف سيدنا عمر الخطاب كان بيعمل ايه، سعد بن ابي وقاص كان بيعمل ايه. انا لا الوم الغرب في تخطيطه، ولكن الوم المسلم المفتونه، والوم امتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنينه. فهو للاسف بقى اصبح جانب الدين دوت في المسجد، وبره المسجد مفيش، فمنفصل عن ضغط الحياه وعن الإدارة وعن فرق العمل وتنظيم الوقت والتخطيط واتخاذ القرارات. وكل الحاجات دي موجودة في السيرة نفسها، وموجودة في القرآن والسنة، ونشوف مع بعض إزاي. في علم انتشر في الوطن العربي، دي حاجة كويسة جدا، اللي هو العلم الـ NLP، البرمجة اللغوية العصبية، وإحنا انبهرنا بيه والحاجات دي كلها، تمام. هي المشكلة، أو يعني أنا طبعا ما فوتش اي محاضره وما فوتش اي كتاب للموضوع دوت، وقعدت اقرا الكتب المترجمه وكل حاجه، بس في الاخر لقيت ان كل الامثله اللي هم بيضربوها موجوده عندنا. يعني لما بدل ما نقعد نقول مثلا جورج واشنطن واديسون وبيل جيتس وجيفارا واناسيس والناس دي، احنا عندنا في السياسه عمر الخطاب ومعاويه بن ابي سفيان، وفي العلم عندنا ابن سينا وعندنا احمد زويل، وعندنا علماء كتيره جدا. حرب العصابات عمر مختار وعبد الكريم الخطابي وعبد القادر الجزائري، وفي المال عبد الرحمن بن عوف. دي مجرد أمثلة بسيطة جدا للي عندنا في التاريخ الإسلامي، اللي احنا ممكن نضرب بيه مثلا لو انت بتتكلم في التنمية البشرية. استرشد الغرب بالماضي فأرشده، ونحن كان لنا ماضي نسيناه، إنا مشينا وراء الغرب نقتبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. يقول الشاعر: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تعد العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير سحر ولا نور يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وعلم، ولكن أين تفكير الغزال؟ وجلجلت الأذان بكل صوت، ولكن أين صوت من بلال؟ مآذنكم علت في كل حي، ومسجدكم من العباد خال. الدكتور صالح الحسيني بيقول: لن نتقدم مرة أخرى إلا إذا استعدنا ثقتنا بأنفسنا، ولن نصل إلى هذا الهدف بتدمير نظامنا الاجتماعية وتقليد حضارة أجنبية. أجنبية عن ديننا وليس عن محيطنا التاريخي والجغرافي فحسب. وقد بين الله لنا الطريق في كتابه المبين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سورة الأحزاب الآية 21. والرسول صلى الله عليه وسلم استنكر تقليد الغرب وقال: استنانة من فارس والروم. وأنا قريت الرواية دي عن سيدنا عمر الخطاب، والعلماء استنكروا على أحد المشايخ لما كان بيكتب في ترجمة أحد الصالحين. يعني أحد الصالحين كمان حكى كتير كويسة جدا وكان مؤدب جدا، فكان يعني بيمدحه بيقول إيه: كأنما أدبه كسرى. فإيه ده؟ يعني سبحان الله، أصبح كسرى مؤدبا. طب ده الراجل طول عمره موجود في المسجد، أدبه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحد طلاب العلم كان بيناقش الإمام أحمد في موضوع الزواج، فبيقول له: بس إبراهيم بن أدهم يحكى عنه. قال له: استنى. قال اللي روعة ابن احمد، قال له ايه: وقعنا في بنية الطريق، انظر عافاك الله ما كان عليه محمد واصحابه. ما ينفعش اقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم وانت تقعد تقول لي اصل فلان وعلان والغرب تمام. قبح اللي من نبذ الكتاب وراه وستدل يقول قال الاخطر. ما بنرفضش اللي جاي من الغرب، بس بنرفض ان احنا ناخد الحاجه لمجرد ان الغرب عملها. لا، احنا عندنا عقل ونناقش ونشوف وناخد الحاجة كويسة. بس أنا قريت لواحد من المستغربين، يعني واحد شرقي كان مفتون بالغرب، يقول لك: إحنا هناخد كل حاجة من الغرب، حتى الدود والأمل اللي شعرهم هناخده.
تمام، فأعوذ بالله يعني. في عالم نفس بروفيسور لويس روخاس بيحذر الافتتان من الحضارة الغربية، الافتتان بيقول لي: احذروا يا عرب يا مسلمون أن تخلطوا تصوراتكم بالتصورات الغربية، فأنتم أهل حضارة عريقة لها مقومات لا تملكها حضارتنا، لا تتطلعوا للحضارة الغربية تطلع الموجد لها، الناس تبلى. كل من قلد الفرنجة منا قد أساء التقليد والتمثيل، فأخذنا الخبيث منهم ولم نقتبس من الطيبات إلا القليلة، يوم سن الفرنجة كذبة إبريل غدا كل عمرنا إبريل، نشر الركز مجملا فنشرناه كتابا مفصلا تفصيلا. إن شاء الله مش هتلاقي خير إلا وليه أصل في الدين وفي التاريخ بتاعنا وفي الآداب بتاعتنا، والرسول صلى الله عليه وسلم ما سابش خير غير ما دلنا ليه، ولا شر إلا حذرنا منه. لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع النهار فأطفئوا قنديلا. وعلم التنمية البشرية هو ما اكتشفش حديثا، هو الفكرة كلها إن اتنين من العلماء، ريتشارد بالمر أو حتى لو قلت مثلا ستيفن كوفي أو فلان أو علان، سموا أسامي جميلة جدا وعملوا جهد في تزويق الحاجة. هي كانت موجودة في جميع المجتمعات، وهتلاقي حتى في استدلال ليهم لكلام سقراط وكونفوشيوس وبوذا في كتب البرمجة اللغوية العصبية، بس هم سموا أسامي حلوة زي مثلا العادات السبع والقبعات السبع وشوربة الدجاج ورسم خرائط ذهنية وصور جذابة، وعملوا شغل مبدع. تمام، حطوا لها أسامي وحطوا لها أطر وحطوا لها نظام وأشكال وتسميات حلوة. وهما بيقولوا إن كل سلعة ومنتج لها كتاب إرشاد عشان تتعلم إزاي تتعامل معاه، في علم البرمجة اللغوية وكتاب إرشاد للإنسان. فإحنا بنقول ماشي كلامكم سليم جدا، بس هو أحسن كتاب إرشاد هو اللي المصنع عمله، أحسن جايد أو بايبل اللي بيصدره المصنع. فأحسن كتاب هو كتاب قرآن: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والحقيقة إن علم البرمجة اللغوية العصبية أو التنمية البشرية في خير كتير جدا وفي دخل، في بعض الأشياء سيئة، وفي علماء كتير جدا مشكورين. زي أول حاجة الغزالي لما عمل كتاب جد حياتك، معرب بكتاب ده قال القواد الحياة، دكتور إبراهيم الفقي، في دكتور طارق السودان، في صلاح الراشد، في علماء كتير جدا بذلوا جهد مشكور جدا إن هو يستخلص الكلام الحلو من الكلام الوحش. تمام، وإن شاء الله نحاول قدر الإمكان لو في أي حاجة في البرمجة اللغوية العصبية نشيلها زي ما الناس دي عملت، الناس الأفاضل اللي اتعلمنا منهم. لأن في بعض الكلام مثلا يقول لك بيبقى في نصب كتير، وفي بعض الحاجات يقول لك لازم تبقى مؤمن بتناسخ الأرواح وحاجات زي كده، فهو إن شاء الله الكلام ده هنبعد عنه خالص. تمام، فهو إن شاء الله الكلام مش هيبقى فيه استشهادات كتير أو فيه رغي كتير، هنحاول قدر الإمكان الكلام كله يبقى صغير، 5 دقايق 4 دقايق لو عرفت تخليها دقيقة واحدة خلاص. كان زمان في كتب كده يقول لك إيه: تعلم برمجة في 10 سنين. هو لأ، هو دلوقتي الواحد عايز يتعلم برمجة في 24 ساعة، في ساعة، في 10 دقايق، الحاجات دي. الإمام الجوزي بيشكو أهل عصره. تمام، بيقول إيه: كان اهتمام القدماء من العلماء عالية تدل عليه تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم، إلا أن أكثر تصانيفهم دسرة لأنهم الطلاب ضعفت، فصاروا يطلبون المختصرات ولا يشترون المطولات، ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها فدسرت الكتب ولم تنسخ. فإحنا بنقول إيه؟ وإن شاء الله يعني الكلام هنختصره بدون ما نخل بيه أو نهمل الحاجات المهمة إن شاء الله. تمام، وهنركز على موضوع تحديد النية والأهداف والنماذج للناجحين، وإن شاء الله تبقى حاجة كويسة. المآخذ على علم التنمية البشرية أو البرمجة اللغوية العصبية إن أنت ممكن تاخد شهادة خبرة وإن أنت محترف وإن أنت راجل بروفيشنال وأنت ما قعدتش غير ساعتين. تمام، لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. إزاي أنا أثق بواحد خد شهادة مثلا
ان هو بروفيسور وان هو راجل بتاع تنمية بشرية، وهو قعد ساعتين ثلاثة، يوم يومين ثلاثة، مفيش. تمام، فدي دي مشكلة. لا، هو ممكن تروح للدكتور في علم النفس، لان هو التنمية البشرية او البرمجة العصبية متاخدة اصلا من علم النفس، وتلاقي واحد مثلا درس 10 سنين وفاهم ويقدر يقعد معاك يشرح لك ايه اللي انت محتاجه. تمام، في بعض الشعوذة زي مثلا ماشي على النار في نهاية الدورة وحجر الفيروز وحاجات زي كده، الحاجات دي لها كلها تفسيرات فيزيائية بسيطة جدا. أنا مرة قبل كده شفت فيديو لبعض الحاجات الوهمية جدا معبد شاولين. الراجل بيجيب زي سهم مثلا يعمله كده ويتكسر. تمام، هي موضوع فيزيائي ان هو بيمسكه من طرف ويتني وهو بيدوس، بحيث ان هو اول ما يتني يتكسر، الإزاز بيكسر بطريقة معينة، كلها حاجات فيزيائية بحتة. تمام، يعني حتى لو ما كنتش درست الحاجات دي كلها تقدر تعملها لو قالك تضرب ازاي او تنشن ازاي او ايدك تبقى معمولة ازاي، فما فيهاش اي حاجة خالص. اكتر ناس بتروح من التنمية البشرية هم المدربين، دي حاجات من ضمن حياة الطرائف. لا، احنا عايزين الناس العادية تستخدمها في شغلها، واحد مدير يستخدمها في شغله فيزود الانتاج، واحد دكتور يستخدمها في شغله فينظم وقته ويزود الانتاج. تمام، كل الناس تبدأ تزود الانتاج. الحاجة برضو الطريفة اللي هي افتقاد الجانب الروحي والإخلاص. الدكتور طارق السودان كان بيقول لك إن هو قعد يدرس علم الإدارة سنين في أمريكا، فمش حد اتكلم عن الإخلاص غير واحد بس. الدكتور قال لهم أهم حاجة عشان تنجح الإخلاص. إيه هو الإخلاص؟ لو قدرت تقنع الناس إن أنت مخلص يبقى أنت كده هتربح. لا، ده أنا كده كده غشيته، ده كده مش إخلاص. التنمية البشرية أو البرمجة العصبية ال NLP، مش بتكلم طبعا عن الحاجات اللي كان بيقدمها دكتور إبراهيم الفقي أو صلاح الراشد أو طارق السودان، ده قلة أدب إن أنا أغلط من العلماء الكبار دول. أنا بتكلم في الحاجات الأصلية اللي الواحد كان بيقرأها أو بيشوفها في فيديوهات على النت، الحاجات الأمريكية، يعني العلماء العرب استخلصوا وبدأوا يقدموا الحاجة اللي تناسب المجتمع بتاعنا. في بعض الحاجات ان العلم ده لسه جديد، ففي بعض الحاجات الناس بتتبناها قوي وبعد كده تطلع بالتجارب تطلع غلط. في بعض التجارب بتبقى اجريت ولسه ما تاكدوش منها، ومع ذلك بتنشر وبتعمل لها دعايه بشكل حلو، فالناس كلها بتقتنع بيها، وفي الاخر بنكتشف انها مش اسلوب علمي. مفيش احصائيات قويه في المجال دوت. تمام، مع احترامي لأي حد عمل إحصائيات، دي طبعا احترام، بس أنا بتكلم على المجمل. كلام بيبقى ده 90% كذا كذا، بس مفيش إحصائية رسمية أو مفيش تجارب أو معملش تجارب الإحصائيات على شريحة كبيرة. تمام، فمحتاجين إن إحنا نفلتر أي معلومة توصل لنا. تمام، إن شاء الله هنشوف مع بعض، ولو في أي حد عنده أي اقتراح أو أي حاجة نبدأ ننسقها، بحيث ان احنا نعمل نطور نفسنا ونطور الاجيال القادمة ان شاء الله.